في اصلا اسماء بره اللي خدهم كابتن حسام البدري في القايمه او في المعسكر كنت شايف ان هي المفروض تنضم لمنتخب مصر؟ لا يعني ما اعتقدش، بس هو في حته حراسه المرمى مثلا كانت المفروض ابو جبل وهمونس في مقدم بشكل كويس، غير كده ما اعتقدش يعني. طب كان في ناس كتير بتتكلم ان اصلا اختيار كابتن حسام البدري للعيبه من البدايه ما كانش موفق، انت ايه تعليقك لا على ده؟ ما اعتقدش، هو يعني هو اضرب بالمرحله ديت، وهو اضرب اللعيبه اللي تقدر تستحمل المرحله دي. لكن الناس اللي شايفاه، هو شايف حاجه زي ما انا قلت في الاول، هو بيبقى شايف حاجه او عايز حاجه يوصل لها، والناس شايفه حاجه تانية. هو ادرى وهو المسؤول، وهو اللي هيتسال في هو الاخر. بالظبط هو المسؤول الاول والاخير بالظبط، عن وهو اللي اداء وعن هيتسال. نتيجه. بالظبط، وهو اللي هيتسال في الاخر. يعني لو لا قدر الله ما صعدناش مثلا كاس عالم او امم افريقيا، مين اللي هيتسال؟ الناس ولا كابتن حسام؟ هو كابتن حسام هو المسؤول الاول والاخير عن المنتخب، فهو اللي ادرى بالمرحله ديت مين اللعيبه تبقى موجوده ومين اللعيبه ما تبقاش موجوده، والمرحله اللي جايه مين هيبقى موجود ومين مش موجود. هو المسؤول الاول والاخير عن الموضوع كله كابتن حسام بدري. شايف مين المنافسين لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بشكل عام؟ مين منتخبات تقلق منها؟ الجزائر مادية بشكل كويس جدا. والنسخة اللي فاتت الجزائر يعني بالظبط، خدت اللقب، والجزائر واعتقد اللي هي هتنافس على اللقب المره دي كمان. يعني عندهم لعيبه كويسه جدا، وعندهم روح كويسه جدا، وبيأدوا بشكل كويس جدا، فيعني فرقه كويسه جدا. كوت ديفوار عامله برضو ماتشات كويسه جدا، تونس ممكن شكلها مش وحش يعني، بس شكلها كويس، ففي كذا فرقه هتبقى موجوده يعني. طيب يمكن اتفقنا انه الاداء من اللعيبه في المباراه اللي فاتت ما كانش افضل حاجه، او مش كل حد طلع افضل ما عنده، بالظبط. بس مين لعيبه شفتها كانت مأديه كويس في الملعب بشكل كبير مستواها ثابت؟ الشناوي طبعا يعني مستواه ثابت ما شاء الله، ربنا يزيده يكمل على كده زي ما هو. الونش كان مأدي بشكل كويس جدا. يعني محمد هاني الى حد ما، مش محمد هاني اللي احنا نعرفه، بس ما كانش وحش بالشكل الكبير. طارق حامد برضو كان ماسك نفسه شويه، من يعني من الناس الكويسه اللي موجوده، بس ما اعتقدش ان كان في حد تاني ادى بالشكل المطلوب او اللي الناس مستنياه يعني. طيب مين يعني ممكن نقول في بعض الناس شايفه انه مثلا علشان في تلاحم مباريات الفتره اللي فاتت للعيبه مع الانديه بتاعتها، وكان في المواسم داخله في بعض بسبب كورونا وضغط مباريات، ممكن يكون ده اثر شويه على مستوى اللعيبه؟ ممكن يبقى فيه شويه اجهاد للعيبه، يعني ده طبيعي جدا ان انا لعيب بلعب كل 3 ايام ماتش، فده طبيعي ان انا لعيب ابقى مجهد مع سفر مع رجوع من السفر، فده طبيعي ان هو اللعيبه تبقى مجهده. يعني حتى اعتقد لعيبه الاهلي تبقى مجهده بشكل اكبر شويه، لان هو لسه لاعب ماتش من 3 ايام، وبكره ماتش، ويوم الاربعاء هيسافر ويلعب ماتش يوم السبت، فهتبقى الدنيا اللعيبه مجهده شويه. ده طبيعي ان هو لما لعيب يبقى مجهد الاداء بيبقى مش احسن حاجه او مش المطلوب يعني. طب كابتن عبد الله، كنا يمكن سالنا الناس توقعاتهم لنتيجه مباراه جزر القمر، فعايزه قبل ما اقرا شويه من التعليقات اسال حضرتك، يعني متوقع ايه؟ مش بتتمنى، متوقع ايه؟ والله متوقع، يعني متوقع من كابتن حسام او بمعرفتي بكابتن حسام، ان هو الماتش ده هيبقى بالنسبه له حاسم شويه، او هياخد قرارات حاسمه شويه في الماتش ده. يعني الاداء اعتقد ان هو هيبقى احسن شويه من ماتش كينيا، النتيجه ان شاء الله تبقى احسن باذن الله. فيعني اعتقد ان هو هيبقى ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب. واكيد كابتن حسام يعني نفسه يرضي الجمهور بشكل بالزبط. كبير قوي المباراه دي. ماشي تقريبا بقى النتيجه تقريبا. يعني ممكن 2-0. 2-0، مين يجيب الاهداف طيب؟ لا مين يجيب الاهداف ما اعرفش يعني، بس بننجم يعني ممكن محمد صلاح ومصطفى محمد. محمد صلاح مصطفى محمد، ممكن صلاح ما يلعبش اصلا، بس لو لعب لو لعب ممكن ممكن هو يجيب جول، لو ما لعبش يبقى مصطفى ماشي. محمد يعني.